نشرة منتصف الليل الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونستهلها بالعناوين. لحل أزمة التعليم الثانوي، الحكومة تقدم اقتراحات للاتحاد العام التونسي للشغل، والجامعة العامة للتعليم الثانوي تأمل أن تكون جدية. في الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تونس تؤكد التزامها بتعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي، ومنظمات حقوقية تعتبر الطريق طويلة أمام تجسيم الحقوق. معتمدية الحامة ومنزل حبيب من ولاية جابس في إضراب احتجاجا على اختيار المنطقة لإنجاز المدينة الصناعية الجديدة. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة بجديد أزمة التعليم الثانوي، حيث أعلن وزير التربية حاتم بن سالم أن الحكومة قدمت مقترحاتها وتوجهاتها لحل الأزمة خلال لقاء جمع الأطراف المعنية. وبيّن وزير التربية أن الوزارة تنتظر رد الاتحاد العام التونسي للشغل على هذه المقترحات، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى تفاهم بين الطرفين. في مسعى للخروج من الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم الثانوي، أعلن وزير التربية حاتم بن سالم على هامش مشاركته في أشغال اليوم الدراسي حول التوجيه الجامعي، أعلن أن الحكومة قد قدمت مقترحات وتوجهات خلال لقاء جمع أمس الأطراف المعنية بهذا الملف، مقترحات تنتظر وزارة التربية رد المنظمة الشغيلة عليها. ربما باش نفاجئكم شوية، باش نقول لكم راهو اليوم ما فماش لقاء، لأنه اللقاء بدا من البارح، ورجعت المفاوضات ورجعنا مع بعضنا حكومة واتحاد عام تونسي للشغل، وبدينا نخدموا. الحكومة البارح أعطت المقترحات متاعها، أعطت التوجهات متاعها، احنا نستناو في ردة فعل قريبة من الإخوان في الاتحاد، وفي أقرب الأجال الأمور تتطور. أنا شخصيا متفائل. رد الاتحاد العام التونسي للشغل على المقترحات تنتظره كذلك الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وفق ما أعلن كاتبها العام لسعد اليعقوبي. إعلان جاء خلال مسيرة احتجاجية للأساتذة بولاية قفصة. يعني نحن ننتظر ما صرح به الأخ الأمين العام، ووجهتنا ومصدرنا هو الأخ الأمين العام. عندما تتهيأ الأمور لجلسة جدية وفيها مقترحات جدية، فأعتقد أنه هذا سيكون على طاولة المفاوضات إن شاء الله. مساعي الأخ الأمين العام لا غاية لنا في أن يستمر هذا الجدل، وإن رأينا أن التصلب والمماطلة باش يستمروا، نظام المدرسين هاكم شفتوه راهو باش يستمر. من جانب آخر، شدد وزير التربية على أن للوزارة خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها. الخطوط الحمراء هذه هي القانون، هي عدم استعمال العنف، هي عدم استعمال التلميذ كوسيلة للوصول إلى نتائج أو مآرب معناها تخرج تماما على النطاق البيداغوجي. في المقابل وفي رده على فرضية سنة دراسية بيضاء، أعلن الكاتب العام للجامعة أن لا خطوط حمراء بالنسبة للمدرسين. نقول أننا نتحرك بدون خطوط حمراء، لذلك سنواصل نضالنا، وسيتحمل الآخرون تابعات هذه النضالات. ما نطلبه هو طاولة مفاوضات جدية ترتقي إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة، من أجل الاستجابة أولا لمطالب المدرسين المادية، وأيضا الاستجابة لاستحقاقات مدرسة عمومية تنهار أمام أعيننا. يشار إلى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد أعلنت في بيان لها عن تنظيم يوم غضب الأربعاء المقبل، يتم خلاله تنظيم مسيرات في كل الجهات. وفي إحياء الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحول وزير العدل وعدد من ممثلي الهيئات الحقوقية إلى السجن المدني ببرج العامري، مناسبة تم أثناءها تقديم مجمل الأنشطة التي تقوم بها الوحدات السجنية. ما إن يفتح عون السجن الباب ليأخذك لحيث يقبع السجناء، حتى يعترضك النزلاء بمشاكلهم التي لم تعد الإدارة تخفيها وتمنع الحديث فيها كما كان سابقا. البعض ممن تحدثوا للكاميرا قالوا إنهم لا يلقون من أعوان السجون سوى المعاملة الجيدة، وأن طلبهم الوحيد هو الخروج من السجن. تبت معش النجم معنا حتى مشنا في الحبس، العوين حاسين علينا، نحبوا نروح حوين ريتنا حوين في الحبس ثاني، امورنا مريقله على معنا، ما طبنا نحب نروح نشوف حياه، ما حاجه بري نحب نروح. الله يرحم والديك، سير عاملين معنا البيت وعاملين معنا كل شيء، نحب نروح هنا يرحم والديك.
في انتظار تحقق أمان هؤلاء النزلاء بالسجن المدني ببرج العامري، تعمل الهياكل السجنية على تهيئة جميع الظروف الملائمة عبر توفير أنشطة رياضية وثقافية وظروف إقامة وإعاشة تراعي كرامة نزلاء السجن. وزير العدل الذي يزور السجن بمعية عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية أكد حرص الوزارة على تهيئة كافة الأسباب التي تنسجم مع المعايير الدولية لمنظومة حقوق الإنسان. نتمنى لنزلاء السجون بتونس تحظى بكل الرعاية والعناية ونحرص على ذلك. مستقبلا عندنا برنامج كبير بالنسبة للسجون باش ديما تكون السجون متاعنا موافقة للمعايير الدولية وتحفظ كرامة السجين. بعض ممثلي الهيئات الحقوقية على الرغم من إقرارهم بوجود تعاون مع الهياكل السجنية لأجل توفير ظروف ملائمة لنزلاء السجون، إلا أنهم يطرحون بعض المشاكل وعلى رأسها الاكتظاظ. ما نستنتجه مما لاحظناه في هذا السجن هو ما يجب علينا فعله إزاء مشكل الاكتظاظ. في هذا السجن تتوفر عدة ورشات تكوين وبعض الأنشطة الرياضية لفائدة النزلاء، لكن من المؤسف أن الوضعية تعد صعبة في سجون أخرى. زلنا بعيدين عن المعايير الدولية خاصة في مستوى الحيز، المكان المخصص لكل سجين اللي هو في الحد الأدنى 4 أمتار مربع، وهذا للأسف غير موجود في معظم السجون التونسية. في مجمل المرافق أيضا هنالك اجتهادات، ولكن في معظم السجون غالبيتها الساحقة ليس هنالك مطاعم للسجناء. اعتراف هؤلاء باجتهادات الساهرين على المنظومة السجنية وسعي وزارة العدل من أجل تهيئة أفضل الظروف لنزلاء السجون لا يمكنهما بأي حال من الأحوال أن يغضى النظر عما يجب فعله بغية تهيئة ظروف للسجين تنسجم مع المعايير الدولية لمنظومة حقوق الإنسان. في الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكدت تونس التزامها بتعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي والآفاق الرحبة التي فتحتها في مجال حقوق الإنسان والحريات. كما جددت تونس في بلاغ أصدرته وزارة شؤون الخارجية بالمناسبة التزامها الثابت بالقيم والمبادئ النبيلة التي كرستها هذه الوثيقة التاريخية، وأعربت عن تشبثها باحترام حقوق الإنسان في جميع أبعادها. مثل مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان في تونس محور لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بالمنسق الدائم لمنظومة الأمم المتحدة بتونس الذي ثمن ما تحقق من تقدم في هذه المنظومة في تونس. انتظمت بمدينة الثقافة احتفالية خاصة بالذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم خلالها تقديم جوائز لأربعة أشخاص من مجموعة 24 مشاركا في مبادرة أنابديت قاموا بإنجاز مشاريع تخص تجسيم حقوق الإنسان في الواقع. في إطار مسار تشاركي يضم جميع مكونات المجتمع والذي لقي ترحيبا دوليا، أشاد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس دييغو زوريا بما وصلت إليه تونس في مجال حقوق الإنسان والسعي المتواصل في تحسين القوانين وخصوصا المتعلقة بالتمييز لمواكبة كل الاتفاقيات المبرمة والمعاهدات الدولية، وأخيرا قانون القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وقانون مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري. تريد أن أهنئ تونس بما قامت به في جعل كل هذه الأمور في قلب اهتماماتها، وأيضا أدوار كل الشركاء في تونس خلال هذه السنوات ومواصلة هذا الدعم. من جانبها دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي بهذه المناسبة لدعم كرامة الملايين والعدالة لكل الناس والدفع إلى الأمام خاصة في الأوقات التي تنعدم فيها الثقة. فيجبنا أن نتقدم وندفع هذه الحقوق من أجل المساواة الإنسانية والكرامة والعدالة، ويمكن أن نصل إلى ذلك مع بعضنا البعض من خلال الوقوف جميعا لكل حقوق الناس الإنسانية. وفي كلمته أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد تشبث الحكومة الراسخ باحترام حقوق الإنسان والعزم على تجسيد هذه الحقوق الكونية والشاملة في عملها اليومي انسجاما مع إرادة شعبها والتزامها بالقيم والمبادئ النبيلة التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها هو عمل دؤوب ومتواصل، وإن تونس من فكت تقوم بالإصلاحات
وتعمل على تطوير المنظومة التشريعية الوطنية عبر تنقيح وإصدار قوانين تتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتكرس الممارسات التي تضمن حماية هذه الحقوق في الحياة وفي الممارسات اليومية. وفي هذا الإطار تعمل الحكومة التونسية على التفاعل مع كل المقترحات والتصورات التي تهدف إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وضمان احترامها، وتقوم بتوسيع المشاورات لتشمل ممثلي المجتمع المدني. من جانبه أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أكد بالمناسبة أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. نحتفي اليوم إذن بمبادرة، ونحتفي اليوم بأربع وعشرين مبادرة في الحقيقة، في إطار الدورة الأولى من المسابقة الوطنية التي أطلقتها الحكومة التونسية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتثمين المبادرات المواطنية والمنظماتية المندرجة في سياق حماية وتطوير حقوق الإنسان. وقد تم بهذه المناسبة تقديم عروض موسيقية شاركت فيها جمعية رعاية فاقد السمع ببرج السدرية، كما تم تقديم جوائز لمجموعة من الشباب في إطار مسابقات لمبادرات خاصة بحقوق الإنسان. الأعلان مؤخرا عن اختيار منطقة منزل حبيب من ولاية جابس لاحتضان مدينة صناعية جديدة أعلان أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات، فقد شهدت أمس منزل حبيب إضرابا عاما، مسيرات سلمية جابت شوارع المدينة رفضا لمشروع نقل وحدات الفوسفوجيبس إلى منزل حبيب، واعتبره المحتجون مشروع مصب للنفايات. نفذ أهالي منزل الحبيب إضرابا عاما احتجاجا منهم على اختيار منطقتهم لإنجاز المدينة الصناعية الجديدة. الإضراب العام هو الموضوع متاع نقل الوحدات الفوسفوجيبس إلى منزل الحبيب، اختيار منزل الحبيب وجهة لنقل هذه الوحدات. نحن كأهالي منزل الحبيب رانا رافضين هالوحدات المراوثة هذه، في الأصل هو مش وحدات، هي مصب الفوسفوجيبس. مكونة من المجتمع المدني بهذه المنطقة عبرت عن رفضها لتكديس الفوسفوجيبس بمنزل الحبيب، واعتبروا ذلك مضرا بهذه المعتمدية. لا يمكن أن توهمونا بأن هذه المشاريع صديقة للبيئة. كاتحاد فلاحين نقول لا يستقيم الأمر ولا يستوي أن تكون فلاحة متطورة واللي احنا ماشيين نسعوا لها في جهة منزل الحبيب، لا يمكن أن يستقيم الأمر مع مدينة صناعية. رسالة نوجهها للسلطة أنه الشباب المعطر في منزل الحبيب لا يمكن أن تقايض السلطة بصحته لأجل التشغيل. رانا قلبا وقالبا رافضين المشروع الموت. أهالي منزل الحبيب من أقصاها إلى أقصاها وأهلينا في الحامة ضد مشروع الموت، هذا المشروع الوهمي المزعوم اللي يرجعوهن صديق للبيئة. هذه المكونات شددت على ضرورة توفر المقبولية المجتمعية لكل اختيار يتعلق بمنزل الحبيب وعلى حق أهالي المنطقة في العيش في بيئة نظيفة. وفي مدينة الحامة انتظمت مسيرة شعبية شارك فيها نقابيون وناشطون في المجتمع المدني ومواطنون رفعوا خلالها شعارات تعبر عن رفضهم مشروع تركيز مصب مادة الفوسفوجيبس بمنطقة منزل حبيب لما له من تأثيرات سلبية على المنطقة والمناطق المجاورة. في معتمدية الحامة في مسيرة شعبية سلمية حشدة شارك فيها آلاف المواطنين، رفض الأهالي نقل وحدة معالجة الفوسفوجيبس إلى إحدى المناطق المتاخمة للمعتمدية في تحرك احتجاجي على خلفية إعلان رئاسة الحكومة إحداث مدينة صناعية جديدة بالجهة. نرفض هذا القرار، فهذا القرار يهدد الحياة عندنا، يهدد المائدة المائية، ضد مصالحنا، ضد يعني كل مشكلة التنمية اللي ممكن تقع في الحامة سيدمره هذا الفوسفوجيبس. هذا الفوسفوجيبس هو مصدر السموم. بعد ما نقلونا في عام 88 النفايات النووية هاو يحبوا يحصرونا شمالا بالنفايات الكيميائية، نحن نرفض هذا المشروع. مسيرة تزامنت مع إضراب عام دعت إلى تنفيذه فروع المنظمات الوطنية وعدد من الجمعيات، توقفت فيه الحركة الاقتصادية وأغلقت فيه المحلات التجارية والمؤسسات الإدارية. لا للفوسفوجيبس، لا للدمار. طلبنا من الدولة حتى شيء، طالبين كان نعيشوا. احنا مش نتضروا أكثر، احنا مشينا في الطبقة المائية تو، لا عاد لا فلاحة، لا عاد لا زراعة، لا عاد لا حتى شيء. إضراب عام ومسيرة شعبية وتحركات مختلفة تؤكد بحسب منظميها نفيهم لأية مقبولية مجتمعية لإحداث وحدة للتصرف في الفوسفوجيبس في معتمديتي الحامة ومنزل الحبيب.
في أخبار العالم، تبنى مؤتمر الأمم المتحدة في مراكش اتفاقا حول الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الذي شاركت فيه حوالي 150 دولة بهدف ضمان حقوق المهاجرين وضمان مصالح الدول والمجتمعات التي تتعامل مع ملف الهجرة، فيما اعترضت بعض البلدان الأوروبية على هذا الاتفاق. أيدت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اليوم اتفاقاً عالمياً للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة بالمصادقة عليه في مراكش المغربية، وهو اتفاق غير ملزم لكنه يتعامل بشكل أفضل مع تدفق المهاجرين، فيما رفضت 6 دول من الاتحاد الأوروبي وأغلبها من شرق أوروبا هذا الاتفاق الذي تعرض إلى انتقادات حادة أغلبها من اليمين بتعلة أنه سيتسبب في زيادة الهجرة من إفريقيا باتجاه أوروبا، وأنه يطمس الخط الفاصل بين الهجرتين النظامية وغير النظامية. ويشكل هذا الاتفاق وفق وزير الخارجية المغربي الذي انتخب رئيسا للمؤتمر إطار عمل للتعاون بين الدول الموقعة، ويرمي إلى تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين والمساعدة على دمجهم، رغم أن عدد الحكومات التي انضمت لتأييد الاتفاق كان أقل بكثير من عدد الدول التي عملت على صياغته. الاتفاق يتضمن 23 هدفا لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، بما في ذلك حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان. ولا يعتبر هذا الاتفاق معاهدة ملزمة قانونا، ولكنه يرشد البلدان حول كيفية التعامل مع ملف الهجرة، وبعد اعتماده بمراكش سيعرض الميثاق للمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد نفى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يكون الاتفاق متضمنا لإملاءات من المنتظم الأممي على أي دولة بما يمس سيادتها، مؤكدا أنه إطار للتعاون الدولي من أجل إدارة سليمة لملف الهجرة وخطوط إرشادية للدول التي تواجه الهجرة. ملف رغم الاختلافات بشأنه يشكل الاتفاق المصادق عليه بمراكش إقرارا بالتغيرات التي تشهدها المجتمعات والتي قد تجعلها مصدر هجرة أو ملاذا للمهاجرين. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين بخفض الضرائب على المتقاعدين وزيادة الحد الأدنى للأجور خلال شهر جانفي القادم، في رده على موجة احتجاجات تشهدها فرنسا منذ نحو شهر. وكان ماكرون قد ألقى كلمة للشعب عبر التلفزيون قال فيها إنه سيرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على النفقات، ولكن من دون التراجع عن سياسته المنتهجة. في أخبار الرياضة، تحول الترجي الرياضي التونسي أمس إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية في كرة القدم التي تنطلق منافساتها في 12 من الشهر الحالي بالإمارات. الترجي الرياضي سيباري في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل المتأهل من المواجهة التي ستجمع العين الإماراتي بويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. ختام هذا الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام، أذكركم بعناوين النشرة. لحل أزمة التعليم الثانوي، الحكومة تقدم مقترحات للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي تأمل أن تكون جدية. في الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تونس تؤكد التزامها بتعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي، ومنظمات حقوقية تعتبر الطريق طويلة أمام تجسيم الحقوق. معتمدية الحما ومنزل حبيب من ولاية جابس في إضراب احتجاجا على اختيار المنطقة لإنجاز المدينة الصناعية الجديدة. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، تصبحون على خير.